صباح الخير. ان شاء الله يا ربي صباحكم زي الفل، وان شاء الله احلى من ما انتم بتتمنوا، هيك يكون يوم بوابه كلياتها مفتوحه بوجوهكم بكل التفاصيل، سواء اقتصاديا اجتماعيا بكل شيء. واهم شيء دائما بنقول علاقاتنا البشريه نحاول قدر الامكان انه هيك نوطدها ونقويها. اليوم بدنا نقوي علاقتنا بمعدتنا شويه، صح؟ ضروري ضروري. صباح الخير. صباح الفل. لما شهاب الشيف اليوم بدها تعمل لنا كبه البطاطا. كبه البطاطا هي جاهزه هناك عندنا بتشهي صراحه. وقلتي لي يعني تفاصيلك بس تقسميها لما بتكون سخنه هيك وبنقطعها تطلع التشيز هيك مثلا. يا سلام يا سلام، بس جاب لنا كثير عملها. هلا بدنا نعلم كل اللي عم بيحضرونا، واكيد اللي ما قدروا يحضرونا من بدايه فقراتنا بيقدروا يشوفونا على اليوتيوب. أكيد. في فقرات منفصله رح نتعلم، لما رح تعلمنا اليوم كيف نعمل كبه البطاطا. كبه البطاطا كثير سهله. رح استخدم لها بطاطا مسلوقه، انا طبعا محضره البطاطا المسلوقه. تقريبا حبتين كبار. اوكي. رح اهرسهم بس شوي. اذا بدك تسلقيهم كثير حتى تقدري تهرسيهم. هلا هي الموضوع أسهل. مش بس انه الهرس، انه اسلقهم كثير. البطاطا فيها ماده الجلوتين بتخليها اذا هرسناها كثير لفتره طويله وبتطلع منها هاي الماده وبتصير البطاطا زي البلاستيك. تمام. فانا الاهم شيء عندي مش بس السلق، المفروض اني اسلقها منيح لما اكون بدي اهرسها، بس المهم عندي انه ما اكثر هرس. يعني شفتي انا خلص هيك فرطوا معي او انه دابوا، خلص بكفيني. لما عندي سؤال، بما انكم متخصصين انتوا جلوفز مو مشكله، دونت وري يعني انا متاكده ايديك نضاف، وبعدين احنا بالبيت اصلا ما بنستخدم الجلوفز. لا هو لانه شوي بيعمل عجقه. مش مشكله. هلا بما انه انتم متخصصين كشيفز بانواع الاكل وانواع الخضروات، فعليا مرات بتحسي في بطاطا طعمها زاكي كثير حسب الموسم. مرات بتكون البطاطا في بطاطا حمراء، في بطاطا صحراويه، في بطاطا نقدر نعرفها لما ننقيها. هلا يعني هي خبره الناس يعني. وهي الوقت، حسب الوقت. مرات تكون البطاطا زي كثير فيها مي، ومرات تكون كثير بتقرص لما بتقليها مثلا. بس بيقولوا لي اللي بتكون مالسه من برا شوي بتعطي انديكيشن، يعني بتعطي انه هي زاكيه. يعني ما دخل هلا الصحراويه الحمراء كثير زاكيه. اوكي مثلاً. هلا انا عندي هون ربع كوب من جبنه الموتزاريلا. اوكي. ما بدي اكثر كثير. ليه؟ هلا لما بدي اقليها حتصير انه تتفتح تطلع معي وتطلع الجبنه منها. تمام. راح احط شويه ملح. اذا بطاطا مسلوقه هرستها شوي لما بعدين حطيت جبنه الموزاريلا ربع كوب. بالضبط. بدي احط طبعا ملح وفلفل اسود، دائما انا بحكي حسب الرغبه، ودائما بحكي كمان ما نكتر بهارات. يعني ما اصلا ما هاي الاكله ما بدي احط لها بهارات مشكله. اوكي. فبكتفي بالملح والفلفل الاسود. راح احط تقريبا معلقه كبيره من الزبده، طبعا تكون بحراره الغرفه عشان ما تغلبني بالخلط. تمام. يعني بتطلعوها قبل بوقت شوي من الثلاجه. بالضبط. او انه ما نذوبها كمان انه تصير تغلي زي الزيت، يعني لانه هي بتفقد الخاصيه بتاعتها لما. صح. هي هيك تقريبا يعني طريه طبعا، بس لما متماسكه لساتها. اذا ولما بتكون البطاطا ساخنه حتذوب الجبنه دايركت هي والزبده. ايوه بالضبط. اوكي. طبعا انا نظرا اهم شيء الزبده، اهم شيء الزبده عشان يعرفوا. أوكي. بس كيف تكون شكلها. هيها بدي احط بس شويه زيت على النار هيك. اهلا. راح احط شويه زيت نباتي. زيت نباتي على النار لحتى نقلي الكبه، كبه البطاطا، كرات البطاطا، وات ايفر ايش ما بيحبوا يسموها. عاده انا ما بحط قرشله بقلبها، بس اليوم لاني نسيت اجيب الجلافز يعني عادي عجق التصوير وهيك، فراح اضطر احط شويه قرشله عشان تمسك معي. اوكي. انتم هاي الخطوه فيكم يعني انه تسكبت، يعني ما نحط قرشله. بس لانه انا ما بدي انه نوسخ الدنيا بايدي. اوكي. انا ما بعرف اعمل الاشياء اللي هالقد بدها بدون جلوفز. اوكي تمام. وهيك هلا بصير اعمل، باخذ المقدار دائما انه مثلا المعلقه او الشوكه عشان يطلعوا نفس الحجم تقريبا. تمام. اوكي. بصير افتحها بهاي الطريقه
واحط فيها بدنا نحط لحمه. شوي. لحمه مفرومه. هاي اللحمه عاديه مفرومه، انا بس قليتها بدون بصل بدون شيء. قليتها حطيت عليها ملح وفلفل اسود. هلا بتختلف الحشوات، ممكن اعملها مثلا بجاج، ممكن اعملها بس جبنه مثلا كثير، وبقليها بنفس الطريقه. يفضل انه قبل ما اقليها عادي ايدي بيضحكوا عشان بلق لفظ حاسه. اوكي لا اوكي. الشكل اللي هم بحبوه انا بحبها بهاي الطريقه. اوكي وبعمل كم من حبه هيك. تمام. انا بس عندي سؤال، في بيض ايش بدك تعملي فيه؟ انا بقول لك اكيد ما راح احطه بالخلطه. حاسه في مفاجآت. لا 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 ما في مفاجآت. اوكي مش رح احكي هلا بنشوف. يعني هي مش مفاجأة. هلا نحن هلا بس نخلص. تمام. حنحطهم بطحين وبيض وقرشلة. اوكي. القرشلة اللي هي البقسماط، لأنه كثير ناس بيقولوا لي ايش القرشلة مثلا، في ناس مش من الأردن، يعني أنا الحمد لله في ناس بتابعوني برا الأردن، فبيقولوا لي ايش هي القرشلة، بقول لهم البقسماط. البقسماط أو القرشلة اللي هي الخبز أو الكعك الناشف المطحون. هلا بيقدروا يشتروها جاهزة في بالسوق جاهزة، بنقدر نعملها بالبيت. بس أنا بالبيت أي نوع من القرشلة اللي ممكن إنهم يعملوا؟ اللي ما تكون حلوة. ما تكون حلوة إلا إذا للحلو، يعني إذا حابين، يعني مثلا في حلو ماما بتعمله بيكون هيك صينية حليب مثلا زي المهلبية، بتنعمل بقرشلة حلوة بشهي هذا. امتى بدك تعملي لنا؟ هي بدها فرن. اوكي. صدقي لو ما بدها فرن يعني كان بعملها. اوكي. نظرا لعدم توفر الجلوفز في هذا اليوم المبارك راح استخدمها. اوكي. هلا بدي البيض بس انه لا لا بروفيشنال يعني بايد واحدة. يا سلام. تعويض. اوكي راح ايش اعمل؟ احط عليهم شويه فلفل اسود. فلفل اسود. ودائما بحكي شويه خل صغير، نقطه نقطه تحديدا من الخل الابيض حتى ما يغير طعمه. بس انت ليش؟ بس عشان الزنخ. عشان الزنخ، يعني للناس اللي بتخاف من زنخه البيض. اوكي. وبنخلط نخلط نخلط. اذا انا كثير بحب انه اخفف الخلطه تبعت البيض بشويه حليب سائل. اوكي. كثير بخف وبتقل كميه البيض لانه البيض كثير ستيكي. هلا رح اجيب هدول. صفى عندي ثلاث مكونات رئيسيين اللي هم طحين ساده بدون بهارات بدون ولا اي شيء. انت غطيتيها بالطحين قبل ما تغطيها بالبيض عشان يمسك البيض. اوكي. اذا ما حطيناها ما حيمسك لانه هي اصلا سائله شوي طريه. هي طريقه كثير مهمه، تعرفوا كيف اهل الخبره ممكن يدلونا على شغلات معينة. هلا هي شغلات بسيطة بس بتفيدنا كتير. يعني الحليب، لو هلا في حليب مثلا ما بيطلع معي من البيض هيك. وبعدين دايركت على القرشلة. أنا للأمانة لما شفت البطاطا بالأول وأنت بتعمليها قلت مش عارفة كيف بدك تحشيها، بس هيها قدامكم كتير سهلة. طريقة كتير سهلة. هلأ في كمان طريقة كتير حلوة وكتير سهلة، وأنا يعني بالنسبة لي كتير بحبها أكتر من هاي. بجيب صينية أو إنه صحن بايركس هيك، بحط فيه بدهن فيه مثلا زبدة أو سمنة شوي بس إنه لحتى تمسك الأشياء عليه، وبحط عليه قرشلة، وبعدين بفرد طبقة بطاطا وبعدين طبقة لحمة، وهون بتقدري تكتري تشيز كتير لأنه بتحطيها انت كاملة وبعدين بتقسميها لما تخلص. أيوة بالضبط. تمام. يعني يا بتقدر تعملوها هيك بهاي الطريقة يا بالطريقة الثانية، المهم المكونات تقريبا نفس الشيء. نفسها نفس المكونات. بس أوطي الغازي شوي عشان ما أوكي. وآخر واحدة طبعا أنا محضرة إنه من قبل عشان ما ناخد وقت كتير. بس ناخد فكرة بسيطة. بالضبط. طحين وبعدين بيض، يفضل بيض وحليب عشان البيض ما يغلبنا وما يكون كتير. أوبا. بدي أعمل مفاجأة لماما وأعمل لها كبة البطاطا. كتير حتحبيها. كتير حتحبيها. لا بدي أخاطر الجاليري، بيقولوا لي اوعك تخاطري. لا بدي أخاطر وأجرب الكبة البطاطا زي ما تعلمناها اليوم من لما، ممكن تطلع أزكى بكتير، وأنا متأكدة رح تطلع زاكية. هلا رح ندوقها أصلا. هلا طبعا رح أدوقك من السخنة. هلا دوري رح أحطها بزيت، مش زيت إنه ديب فراينج، عادي زيت عادي بس كمان مو زيت قليل. مش بالضرورة إنه يكون في تكون غامقة. أوكي. يعني يغمرها الزيت. بالزبط. بس يقلي شوي الوجه الاول. هلا طبعا احنا كان الزيت عنا حامي، فضل انه يكون اخف شوي. اوكي اوكي تمام. و
وبقلبها. هي اصلا ما حتاخذ وقت، كل شيء فيها مستوي تمام. نحن بس انه عشان نسخنها وياخذوا من نكهه بعض، والجبنه اللي حطيناها تدوب. طب لما بنعملها بالصينيه بنحطها بالفرن صح؟ بحطها من الفرن من تحت على درجه حراره 200 تقريبا لحتى تدوب وهيك، وبعدين بشوي وشها. اذا في ناس بتبدي ما بتقلوها، واذا حابين كمان يعني تقللوا سعرات حراريه برضو بتعملوها بالصينيه. يعني كثير سعرات حراريه لانه في سمنه وزبده وجبنه يعني لما مشيها مشيها يعني. والاكل الزاكي ما بينفع نقلل سعرات حراريه صراحه. بس انه يعني ها اشي ومنه بس. خليني بس انظف شوي. طبعا الرائحه الزكيه صارت طالعه بالاستوديو، وهي مخرجنا حسين اكيد، والمصورين الشباب عم بركزوا على كبة البطاطا الجاهزة. هلا شفتي كيف انه لانه ما كترنا تشيز ما فتحت ما طلعت صح. من هالجبنة لو كترنا وحبينا انه نضلل حالنا وهيك حنتدمر يعني بالجبنة، حتعبي المقلاية وتنحرق ريحتها تطلع. هاي فكرة جميلة يعني فيها تشيز نكهة بسيطة كثير بحبوها الاولاد الصغار، تستفيدوا منها زي ما قالت لما الاولاد الصغار كمان بتقدروا انكم طيب. تقدموها لكم تمام يا. وانا حطيت طبعا معها شوية مايونيز وكاتش اب، كثير زاكية لما بكون عاملة مثلا طبق ستيك او تشيكن وذ ماشروم، هاي الاشياء كثير زاكية كثير زاكية. قولي برزنتيشن بياخذ العقل. شكرا لك لما شهاب، يعطيك الف عافية. بدي ادوقها بس هي سخنة هلا. بعد ما اقدم هاي الفقرة رح اروح التهم قطعة من كبة البطاطا. شكرا لك ويسعد صباحك.